مريم صباح، مشروعنا اسمه بيجلت ومعي شركتين اللي هما نور العتيبي وسجد دربان. مشروعنا عبارة عن بيجلز اللي تشوفون الحين معنا، هو عندنا 11 نوع من البيجلز، طبعا بالمعرض غير وبالمطعم غير. عندنا نوعين من الكوكيز هني، وعندنا 4 انواع من البيجل تشيبس. في ناس اول مره يشوفونا هني، في ناس اوريدي كانوا يعرفونا، حابين يجون هني عشان يشجعونا، واقول لهم يعطيهم العافيه.